أخواتي أخوتي أبنائي أهل الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه لكم في هذا الظرف الحساس جدا بكل صدق ومحبة في هذا الشهر المقدس المحرم ونحن شعب عرف عنه الإيمان بالقيم والمبادئ السامية الكريمة نعفو ونصفح لاجل الاخوه والمساواه ولاجل الهدف السامي الانساني والوطني ان هذا الشعب الصابر المضحي الذي ما بخل يوما من اجل العراق من اقصى شماله الى اقصى جنوبه ومن شرقه الى غربه يستحق منا ردا يليق بحجم هذه التضحيات شعبنا تواق إلى الحياة، وهو لا يهوى الفتنة والدم والاقتتال والانتقام والتناحر، ولا يهوى الحقد والكراهية، ويطلع لمستقبل يوازي حجم التضحيات والمعاناة التي مر بها، وعليه لابد أن تجلس الكتل السياسية، وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق. والعراقيين وجب الابتعاد عن لغه التخوين والاقصاء وجب التحلي بروح وطنيه عاليه جامعه فالف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظه تسلك فيها نقطه دم عراقي ادعو الجميع الى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانيه وعدم الانجرار الى التصادم والعلم الى عدم الاصطدام مع القوى الامنيه واحترام مؤسسات الدوله يجب ان نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنه والكل يجب ان يعلم جيدا ان نار الفتنه ستحرق الجميع ان الظرف صعب جدا وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد. وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية. علينا أن نحكم عقولنا، ضمائرنا، وجداننا ونلتف حول العراق والعراقيين لا حول المصالح الضيقة. الجميع يتحمل المسؤولية. أحزاب.. وطبقه سياسيه وقوى اجتماعيه وسائر المؤثرين علينا ان نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤوليه وعلى الجميع ان يتصرف وفق قواعد الحكمه والبصيره من اجل العراق حتى لا نخسر مجددا العراق امانه فلا نخسر هذه الامانه هذه كلمه اقولها بصدق واسمع ما يقال في السر والعلم ونحن صادقون ولكن نامل من غيرنا ان يتحلى بالصدق هذه المره لاجل العراق والعراقيين سنتحمل المسؤوليه وحاضرون لنفعل اي شيء من اجل العراق ودون تردد المعضله السياسيه وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء، وتقديم التنازلات من اجل العراق والعراقيين. في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي، حتى لا تنفجر الغام. سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء. عشتم. عشت معاش العراق وطنا لنا ولابنائنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته